السبب اللي خلاني اخترت انه يكون فيلم اخفاء صدام حسين موجود في تونس في القاعه التونسيه هو انه سمعت برشا صدى حسن على الفيلم وقت يتعدى في مهرجان البحر الاحمر، والفيلم معناها يعالج ويحكي على حقيقه احنا بدنا نحبوا نفهموها، وقائع تاريخيه نجم نقولوا اللي نحبوا احنا نعرفوها، كيفاش وقع اخفائه، كيفاش وقع زاد اسره من بعد. هذاك علاش حرصت انه باش يكون موجود في تونس وانه الجمهور التونسي يطلع على الفيلم هذا. من بعد علاش تاريخ العيد؟ يمكن تاريخ رمزي، خاطر كلنا نعرفوا معناها رمزية العيد مع صدام حسين، انه وقع اعدامه في العيد الكبير وقتها. دونك هذاك علاش اخترنا يمكن دات سامبوليك بور ماركي اكثر الدات دو سورتي. نتصور التوانسه زاده، والتوانسه باش يكونوا معناها كوريو باش يعرفوا صار بالضبط، معناها مش حتى نحي حتى شخصيه صدام حسين على جنب، معناها انه يحب يعرف كيفاش صارت وكيفاش، خاطر كلنا شاهدنا في الاخبار كيفاش لقاوها في حفره وكيفاش لحيتو هايجه وكيفاش متخفي وكيفاش، ماذا بينا نعرفوا، ماذا بينا نعرفوا اسكو هذيك هي الحقيقه ولا كانت حقيقه اخرى. انا شاهدت الفيلم في شهر جانفي، الفيلم ولمحال وقت شاهدته تاثرت برشا، خاطر الفيلم كمان فيه برشا ايموشيون وبرشا يعطيك شحنه هكا نتاع فيه برشا ايموشيون على العراق، على الشعب العراقي. دونك باش تشوف فيه فما حاجات ممكن نسمعنا بهم، فما حاجات باش تكتشفهم زاد. I feel very excited to have a Tunisian premiere tonight. And especially in the theater, I feel very excited to have my film released in the old Tunisian cinema. And I look forward to discuss the film and meet the audience and sit in with them and watch Hiding Saddam Hussein. أمال شاهد، كيفاش لقيت الفيلم اليوم؟ فيلم مهم كريم، على خاطر عاود فتح جروح لمحارة، وعاود حل تساؤلات على حقائق، على حقيقة كيفاش طاحت العراق وسورتو كيفاش تشد صدام حسين. أنا شخصيا عجبني كيفاش خذا الرواية نتاع علاء اللي كان المرافق نتاع صدام حسين كما حكاه هو، كما قال هو، مدة 235 يوم حتى لين جاو الأمريكان بطبيعة بعد وشاية واكتشفوا المكان نتاعو. الفيلم فيه برشا صدق، رائع على الحق، أنا عجبني برشا. حير المواجع، حير المواجع، وفما معلومات كنا احنا سمعناهم كنا نظنوهم غالطين، اللي هما خلقوهم معناها الامريكان من لا شيء، اللي هو القاوة في حفرة وكل شيء، ظهر بالكاشف وأنه كانت حقيقة. شيء اللي يألم هو أنه ديما احنا عنا في تاريخنا ديما الغدرة، وهذايا ربما يزيد يكبر الوجيعة بصفة كبيرة برشا. احنا عشنا الفترة هذيك ما نعرفوش، سيتي فلو، برشا حاجات برشا أخبار وقتها وكل شيء، ما نعرفوش شنو صحيح شنو الغلط، مي سي ان تيمونياج اللي فريمون يقعد في الذاكرة ويخليك تسأل، فما برشا تساؤلات ويخليك تفهم شنو فما من بعد، بوتيتر اون ايسي دو كومبروندغ أونفان. مي سي بيان، برافو، نحب نقول برافو توت ليكيب، فريمون محلاه محلاه. إخفاء رجل مو الشيء الهين. فأيضا اقترحت عليه نسوي سوف ملجأ للحالات الطارئة يعني.